تعكف لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب على مناقشة قانون أسمته قانون مقاومة الإرهاب نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد التونسية من الناحية الأمنية. القانون هذا يدخل في نطاق محاربة الإرهاب، خطر محاربة الإرهاب، ولكن راهو مش وحده اللي باش يحارب الإرهاب. محاربة الإرهاب يلزم تكون عندها مقاربة شاملة تربوية حضارية اجتماعية اقتصادية وكذلك تشريعية قانونية، هذا في نطاق محاربة الإرهاب من الجانب معناها التشريعي القانوني، وهي ضرورية راها حلقة في نطاق معناها معاقبة معناها الجماعات هذه المتطرفة. الأمنيون لهم وجهة نظرهم حول المسألة باعتبارهم أول المستهدفين من قبل المجموعات المسلحة، وفي صفوفهم سجلت أكبر نسب الضحايا. آلية تنضاف إلى مجموعة آليات في إطار المقاربة الشاملة للتصدي للجريمة الإرهابية ووضع حد لانتشارها وتغلغلها في تونس، باعتبار وأن الحل الأمني والعسكري لا يكفي فقط للتصدي للإرهاب، وإنما لابد أيضا من مجموعة آليات أخرى على غرار الآلية القانونية، وهذا سيخول للأمنيين أكثر من التقدم في مكافحة الجريمة الإرهابية. القانون في صيغته الحالية أثار الكثير من الجدل ودعت إلى تنقيحه العديد من الشخصيات الحقوقية والهيئات المدنية وحتى بعض الأحزاب السياسية باعتباره يؤسس من جديد للحد من الحريات والحقوق. لم يعطي تعريفا واضحا لما يسمى بالجريمة الإرهابية، وهذا ما يفتح المجال ربما لتصفية حسابات سياسية، ربما لاستغلال السلطة التنفيذية وسوء استعمالها لتصفية حسابات، خاصة وأن هناك فصول تتحدث عن جرائم حق عام عادية، مما قد يدفع إلى تصنيف هذه الجرائم وإعطائها صبغة إرهابية، والحال أنها بعيدة كل البعد، وهذا ما ربما أيضا ما سيدفع إلى استعمال واستغلال هذا القانون لضرب الحريات وضرب الحقوق واستعماله مطية لتكميم الأفواه والرجوع بنا إلى الخلف. مخاوف البعض من انتهاك الحقوق والحريات من جديد في تونس باسم مقاومة التطرف ربما نجد لها تبريرا، خاصة وأن تاريخ تونس حافل بالانتهاكات بحسب الملاحظين. معادلة صعبة يطرحها ما يعرف بقانون مقاومة التطرف وغسيل الأموال، حماية الوطن وساكنيه من الجماعات المسلحة من جهة، والحفاظ على الحقوق والحريات أهم مكاسب الثورة من جهة أخرى. مليكة الجبري، أورينت نيوز، تونس.